كاميراتنا قالت لنا ان حماد عدى البوابات وكمان نايم في العربيه. هنخلي السواق بتاعنا يصحيه ونشوف هنعمل فيه ايه. يا عيني عليك يا حماده، ما كانش يومك ازاي الصحه. دايما دموع 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 رانانا، دايما دموع دموع. استاذ حماده، استاذ حماده. ايه يا عم انت، يا عم انت بتخدني كل شويه خضه وخضه. استاذ حماده، الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. في ايه يا عم الراحه؟ الله يسلمك. مفيش، بس صح حضرتك، احنا وصلنا 10 دقايق باذن الله وندخل على القريه. بص البحر، بص البحر، بص الجمال، حاجه زي الفل، جمال الرباني بتاع ربنا سبحانه وتعالى. يا سلام. هما بيه، هما بيه فوق كده باذن الله، برنامج ناجح وجميل باذن الله. بيه ربنا يكرمك يا عم، ربنا يكرمك ويهديك يا رب. عايزين عزة، عايزين عزة. يا عم ده انت مالك، عمال تعمل ليه كده والله؟ كل ما افتكر اغانيك مش مصدق ان حضرتك معايا والله. لا والله انت يعني صوتك حلو، بس انت يعني من اول الطريق ده ربنا كرمني ونمت الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. يا انت قلت لي اسمك يا سنه، نسيت والله معلش. اسمي دوكا. دوكا، ربنا يكرمك. الله يخليك يا رب. ربنا يكرمك يا دوكا يا رب. ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك لك يا دوكا يا رب. باذن الله برنامج جميل وزي العسل. امور بيه. خلاص يعني 10 دقايق وندخل على القريه باذن الله. بيه وانت ايه يا جميل يا جميله، ايش هقول على اللي حصل بيني؟ ثانيه الو. يوم معلش انا بس كنت مريح، بس لا ما شفتش والله التليفون غصب. لا خلاص احنا فاضل لنا بالظبط. يا عم في ايه يا عم؟ في يا دوكا؟ ايه يا بيه؟ ما انا ماشي اهو زي الفل يا بيه. استاذ حماده يا عسل، استاذ حماده يا عسل. لا اصل دوكا يعني دوكا فظيع. دوكا ده راجل معانا في الانتاج يعني، بيسوق يعني، ربنا يكرمه، راجل محترم. وادعي له ربنا يهديه ماما والله. صوته حلو. أمي بتسلم عليك يا دوكا. أستاذ حمادة بتسمعنا حتة بقى، الله يخليك. أنا عايز حتة سمعني بتاع الدعيلة وافية وكدابة. حلو والله، بموت فيها، أقعد أستنى الحتة دي في الأغنية. لا يا راجل. والنبي والنبي حتة صغيرة. طب ليه ليه؟ ها؟ عيلة واطية ليه؟ كده عيلة واطية وكدابة. أحب الكوبلين ده في الأغنية، بيبقى جامد قوي. يلا بيه، يلا يلا يا عيلة واطية، يلا حد صغير. يلا استاذ حماد. لا لو النبي ما تنامش تاني، الله يخليك يا استاذ حماد، ما تنامش. انت طول الطريق من ساعة ما طلعنا من مصر لحد ما وصلنا هنا وانت نايم. ما انت اللي نايمتني. معلش يا بيه. الحاجات اللي انت عمال ترشها دي في مناخيري وخنقتني بيها طول الوقت. لازم اعطر لك الجو يا بيه، اظبط لك الدنيا. هو انا فكرتك ولا ايه؟ بس خلاص وحياة، حياة عيالك بطل باب البتاع ده، ده ايه ده؟ طيب. دوكا صيدليه اهي. ها؟ لا ده قفله. قفلك يا بيه. لا كمل كمل، دي قفله. نلاقي واحده ثانيه كثيره، الطريق مليان، احنا خلاص يعني قدامنا بتاع 15 كيلو كده ونوصل باذن الله. هلا يا استاذ حماده. هي أيه؟ مين عزه دي اللي في الاغنيه يا استاذ حماده؟ دي خالتي. يا حلم انت يا حلم. استاذ حماده. نعم. معلش الله يخليك، طلع لي ايدك بس. الله يخليك. خليت بيت شرقي فظيع. طب طلع ايدك كده بس. استنى دوك، استنى هنعدي يا دوك، الطريق فاضي اهو. ثانيه انت تؤمرني يا دوك، انت تؤمرني يا دوك والله العظيم. اطلع دوك، يلا دوك، يلا طلع ايدك. طب ما كده الراجل مش شايفني يا دوك. اطلع يلا يلا بيه، يلا. الحمد لله الحمد لله. انت عارف الملفات دي بتبقى منحنيات خطره، ببقى خايف منها. معلش معلش. ماشي ماشي.
عايزين عزة، عايزين عزة. يا عيني على الناس اللي بترمي بالها على الناس. هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل مع حمادة هلال وازاي الصح. ايه ده؟ ايه يا ساتر يا رب؟ في ايه؟ ايه ده الفريق ماله عامل ليه كده ورا؟ حاسب حاسب. ايه ده؟ ايه ده يا ابيض؟ في يا ابيض يا ابيض. ايه ده بيه؟ ايه ده؟ ايه يا دوكا ده؟ ايه ده؟ ايه ده بيه؟ ده مات يا عم. يا عم خد يا ابني انت يا دوكا يا دوكا يا دوكا. يا دوكا الو الاسعاف الو انت يا ابني كويس؟ احنا في الطريق لو سمحت ممكن اشوف اسعاف مارينا؟ اسعاف للطريق الساحل الشمالي. الساحل الشمالي خير ايه يا ابني؟ مين بس؟ الساحل الشمالي. الساحل الشمالي ثاني اسمه حماده. سلام عليكم. ايه ده الساحل الشمالي؟ ماله ايه اللي حصل؟ ثانيه واحده مالك انت عملت فيه ايه يا راجل؟ ثانيه واحده يا عم يا ريس. ثانيه يا عم يا عم ثواني نشوف اسعاف الاول. انت خبطت وتقول لي اسعاف؟ اسعاف ايه؟ هو اللي ايه يا عم اللي خبطت؟ ايه يا عم انت خبطت ايه؟ خبطته يا عم. انا خبطت مين يا عم؟ مين اللي خبطك يا ابني؟ يا فندم احنا دلوقتي يا استاذ حماده احنا لو سمحت انا دلوقتي الطريق. لا مش هتجري مش هتجري ما مش هتجري يا عم. اجري ايه بس؟ ثواني بس شوف اللي ثواني اجري ايه بس؟ يا عم استنى ما تشيلوش. غلط غلط اسعاف. انت اللي خبطه يا عم. استنى انت غلط اللي انت بتعمله ده يا جدعان. غلط استعود دلوقتي بقى. عايز ايه؟ استعود يا استاذ حماده والله العظيم. استعود ده الناس بتحبك يا استاذ حماده. استعود 500. طب تنقلك المستشفى. تنقل المستشفى 500. تنقل المستشفى. استعود 500. احنا في اديله عشان يمشي هو يعالج نفسه. 500 اديله 500 جنيه يلا. البوليس. لا لا هات البوليس. بس يا ابني هات البوليس للتعويض يا عم. ثانيه هات البوليس يا عم. تعويض تعويض تعويض. انت بتصور ايه يا كابتن؟ يعني انت بتصور ايه؟ طب صور براحتك بس بتشوفه الاول يا ابني. انت كويس يا عم؟ هديك فلوس. انت كويس؟ خد فلوس. انت كويس؟ طيب خد فلوس. يعني انت الفلوس هي اللي هتريحك؟ طيب خد. عايز كام؟ 500. خد ما انت معاك فلوس اهو يا عم. اديله يا عم. يا عم معايا فلوس يا عم. كمالك يا عم يا عم. لا اله الا الله. انت كويس؟ تعالى بقى اوديك مستشفى. تعالى اوديك مستشفى. ازاي يعني؟ انتوا مظبطين معاه ولا حاجه كده؟ ايه يا ريس ده احنا جايين اهو. لا انتوا مظبطين معاه؟ والله يا ابني. لا انت بشكلك مظبطين معاه. انا؟ اه يا بيه ده احنا معديين. لا معديين فين؟ والله معديين اهي. ما دي عربيتنا. يعني مش فاهم يعني وعمال تقول اديله اديله اديله. هو راح فين؟ ايه اللي راح فين؟ طب خلاص حصل فين؟ حصل فين؟ لا مش عربيتي. طب تعالى اتفضل معانا. لا اتفضل انت بالسلامه. ربنا يكرمك. لا ربنا يكرمك. خايف منك؟ الله يسترك. اخاف منك ليه؟ لا اتفضل معانا. لا الله يكرمك والله. لا ربنا يكرمك. فين سواق العربيه؟ يا ما اعرفش سواق العربيه راح فين. ربنا يكرمك يا رب. هتاخد منه 250 جنيه ما تنساش. ها انا ما اعرفوش والله. ولا هتديك ليك 10%. الله يسامحك يعني. الله يسامحنا. الله يسامحك. تكسبوا يا عم ومعاكم. يا عم الله يكرمكم يا عم. وسع رزقك. ما احنا بنكسب عشان نديكوا انتوا فلوس. ربنا يكرمك. ده مكروكرو. يا مصطفى السواق خبط واحد وطلع يجري. طب انا واقف في الشارع. مش هتحرك انا بالعربيه. لا يا عم ما اتحركش. الواد خد الفلوس وطار، وحماده خد العربيه وطار، واحنا كمان خدنا عربيتنا وطرنا على الفندق عشان نشوف هنعمل فيه ايه. ازاي الصح؟ ايوه يا مصطفى.
مصطفى انا عايزك بقى تفهمني اللي بيحصل ده بقى. يعني ايه مش فاهم حاجة؟ يعني انت مش فاهم حاجة؟ انا ماشي على الطريق وراجل خبط واحد اللي اسمه دوكا ده اللي انتوا جايبينه لي ده ويطلع يجري. لا بص يا مصطفى صل على النبي. بص يا مصطفى انا معلش يا مصطفى انا اسف انا مش هقدر اكمل. لا معلش والنبي انا المصحف اعصابي سايبه والله. لا انا هتكل على الله اروح. بص انا اجي لكم على المكان وانا هشوف اي عربيه ترجعني ان شاء الله. انا اخويا اصلا هنا في الساحل الشمالي. ماشي. لا لا معلش يا مصطفى ما انا لا اما تفهمني لا اما انتوا حاجه من الاثنين لا اما انتوا بتشغلوني. لو انتوا بتشتغلوني وبتعمل فيا حركه ولا حاجه قول لي فهمني بس يا مصطفى. عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام. ماشي 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 يا مصطفى. بص يا مصطفى بس اقسم بالله مصطفى. طيب حاضر 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 ماشي. سلام. في حاجة غريبة أنا مش فاهم. أنتوا بتشتغلوني يا ولد الحرام. بص بص هنا. يعني هاخد إيه بالسقف؟ تعالى. يعني أنا لو جات لي سكتة قلبية ولا حاجة ومين الست الدرفية يا استغفر الله العظيم. بس ايه رايك بقى ما كانش يومك النهارده صح؟ عايزين عزة هو